قرية النائمين. لماذا يسقط أهلي كالاتشي في سبات مفاجئ؟ لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن عجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. وهيا نبدأ. في قرية كالاتشي التي تبعد 300 ميل عن المدينة الكازاخية أستانا، حيث يسقط السكان فجأة في نوبات من النوم لأيام متواصلة، لا يستطيعون النهوض أو الاستيقاظ، حتى أطلق على القرية القرية النائمة. فما هي حكايتها؟ في ربيع عام 2013 أصاب مرض النوم لأول مرة 8 أشخاص مختلفين من قرية كالاتشي التي يبلغ عدد سكانها 640 شخصا خلال عطلة نهاية أسبوع واحد. وعندما استيقظوا بعد أيام لم يتذكروا شيئا أبدا. بدأ السكان ينامون واحد تلو الآخر بغض النظر عن موقعهم أو ما يفعلون، ثم يسقطون فجأة في سبات تام. كان فيكتور كاستيكشوني يقود سيارته للخروج من القرية متجها إلى أقرب بلدة في بعض المهمات، لكنه لم يصل إليها أبدا. بعد 4 أيام استيقظ ليجد نفسه في المستشفى. كان قد سقط في نوبة من النوم المفاجئ أثناء قيادته السيارة، ومع ذلك لم يتفاجأ، فلم تكن المرة الأولى بالنسبة له. ومثل ذلك 152 حالة أصيبت بالمرض الغامض. أعانى كاستاشينوكو من أعراض منهكة كالدوخة والغثيان والصداع الشديد وفقدان الذاكرة وضغط الدم المرتفع الذي لازمه لمدة 6 أسابيع بعد الحادث. وقد أثر المرض الذي أطلق عليه وباء النوم الغامض في الحيوانات والأطفال والكبار على حد سواء، حتى إن الأطفال شاهدوا هلاويس كابوسية فرأوا خيولا مجنحة وثعابينا في أسرتهم وديدانا تأكل أيديهم. وبسبب نومهم المتواصل تسربوا من المدرسة، وكانت أسرهم في مقدمة العائلات التي أثارت الخروج من القرية خوفا على أطفالهم. فقد لخص الباحثون وفقا للغارديان بعد تحليل نتائج الفحوصات الطبية لجميع السكان إلى أن سبب النوم المفاجئ هو ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في الهواء. تلك قصة قرية النائمين. إن أعجبتك القصة اضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار. إن كنت قد سمعت بتلك القصة من قبل أخبرنا بالتعليقات.